بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تطرقنا في الدروس الماضية إلى أسماء وأنواع المقامات، لم نتطرق إلى كلها، لكن تطرقنا بقراءة القرآن في اللحن، يعني في المقامات تطرقنا. قلنا بأن المقامات تنقسم إلى كم مقام عندنا؟ قلنا 7 مجموعة في قول صنع بسحر أو صنع بسحر وهكذا. قلنا الصاد للصبا، والنون نها وانت، والعين عجم مقام العجم، والباء بيات، والسين سيقا، والحاء حجاز، والراء الرس. قلنا هذه المقامات 7، وتوجد فروع أيضا تحت هذه المقامات، لكن نحن لسنا بصدد ذكرها. المهم عندنا هو ذكر الأصول من المقامات، هذه المقامات 7، يعني لا يخلو صوت أو لحن من هذه المقامات 7، إما أصلا أو فرعا. هكذا العلماء كأنما سووا استقراء، مثل الاستقراء، عسى ناقص تام مو مهم، لكن أي لحن وأي قراءة الآن تقرأ، أي تلاوة تتلى الآن، إما أصل من أصل هذه المقامات أو من أحد فروعها، أحد فروع هذه المقامات 7. فنحن أخذنا مقام البيات والرست والسيقة. لو تلاحظون إلى الآن أخذنا 3 مقامات، اليوم إن شاء الله نطبق في مقام سيقة، لأن أمس أخذنا وقرأنا. لو تلاحظون نحن إلى الآن أخذنا اللحن، المقام، النغم، لكن لم نأخذ إلى الآن كيف نقرأ وكيف نتصرف بأصواتنا عند تلاوة أو عند أداء هذه المقامات، هذه الألغام، كيف نتصرف. نقول، نأتي ونقول، إلى أن الآن إلى أين أتينا؟ الآن أتينا إلى الصوت. الصوت نحن أخذنا المقامات، اللحن أنا أسمع اللحن، مثلا القارئ الفلاني يقرأ، ماذا يقرأ؟ عبد الباسط عبد الصمد مثلا يقرأ سورة الضحى مثلا. أنا تتكون عندي معلومة أو تكون عندي معلومة بأن هذه التلاوة التي يقرأها أو الذي يقرأها عبد الباسط عبد الصمد، السورة سورة الضحى، النغم أو المقام مقام الرست مثلا أو مقام البيات مثلا. نعم، الآن أنا أأتي، هل أستطيع أن أقلده نفس ما هو يقرأ؟ تقليد صرف، نفسه ومثله تماما. يأتي هنا السؤال، هل أستطيع أنا أقلده؟ لأن أنا قلت لكم سابقا بأن نحن نحتاج إلى الاستماع. نعم، أتينا إلى الاستماع. شيخنا أنتم قلتم مثلا نحتاج إلى الاستماع، نحن أتينا إلى عبد الباسط عبد الصمد، أتينا وأتينا إلى المنشاوي، وأتينا إلى القارئ الفلاني 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 إلى آخره، لكن نجدهم بأن أصواتهم عالية جدا، أصواتهم عالية، نحن لا نستطيع أن نقلدهم. فإذا نحن لا نستطيع أن نقرأ، لماذا؟ لأن نحن أتينا لأن نقلد، وجدنا أصواتهم مثلا عالية، فنحن لا نستطيع
أن نقلده. هل هذه المعلومة أو هذه الفكرة صحيحة؟ كلا. لماذا؟ لأن المشكلة ليست عند عبد الباسط عبد الصمد، المشكلة عندي، المشكلة في اختياري. أنا الآن أتيت لأقلد، أقلد من؟ أقلد من؟ أنا أولاً أقرأ في البيت. نحن الآن أتينا إلى قضية الصوت، التصرف في الصوت بعد أن عرفنا المقام أو تعلمنا المقام. نعم، أتيت أنا في البيت أجلس وأقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم مثلا. هكذا أنا عندما أقرأ صوتي جيد، لا توجد عندي قحة مثلا، سعال ما عندي. النوب شو أسوي؟ النوب شوية أرفع صوتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ها، سلامات سليمة؟ صح سليمة، ما عندي شيء. شوية بعد أبدأ أرفع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صارت عندي قحة. ها، من صارت عندي قحة فأنا شو أقول بعد؟ أقول لا، إذن صوتي بعد لي مو مساعد. ألقى أروح أدور على قارئ، مو عبد الباسط. عبد الباسط أتركه بعد، لأن صوته ما أقدر أقلده أنا. أترك عبد الباسط، أدور على قارئ صوته ناصي. أدور على قارئ صوته ناصي، مثلا مصطفى إسماعيل، أو مثلا الليثي، أو مثلا راغب مصطفى غلوش. هذول القراء عندهم هذول مدارس، أقلدهم. مثلا المنشاوي، بسم الله الرحمن الرحيم. صارت عندي قحة؟ لا ما صارت عندي قحة. فإذا القارئ المناسب لأن أنا أقلد منه المنشاوي. عبد الباسط لا 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 لا، عبد الباسط خطر. خطر على شنو؟ خطر على صوتي، هم يفشلني وهم يهبط معنوياتي. عبد الباسط أتركه. المنشاوي اي صح. مصطفى اسماعيل، مصطفى اسماعيل ما يرفع صوته هواي. مثلا مصطفى اسماعيل جيد جدا واحد يسمعه ويقلده. بسم الله الرحمن الرحيم. مصطفى اسماعيل مثلا. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى. هذا عبد مصطفى إسماعيل مثلا. مصطفى إسماعيل جيد، أنا صوتي مساعد أقدر أقلده فألزمه. إذن وين السر؟ عبد الباسط، مصطفى إسماعيل، المنشاوي، وين السر؟ السر في أصواتنا. نأتي، كم مرحلة أكون؟ كم مرحلة عندنا في الصوت؟ في حنجرتنا، في أوتارنا الصوتية عندنا ثلاث مراحل. كل إنسان عنده ثلاث مراحل، بعضهم يقولون ثلاث مراحل، بعضهم أربع مراحل. أنا هم أقول أربع مراحل، أنا أقول أربع مراحل، وإلا ثلاث مراحل يعني خلينا نقول ما يرهم. أربع مراحل الشغلة الزينة، الشغلة المفيدة، أربع مراحل أحسن. زين، المرحلة الأولى شنو؟ مرحلة القرار. مرحلة القرار. هسا إحنا انتهينا من المقامات، ليش هسا إحنا نجي هاي الأربع مراحل؟ يعني كل مقام عندنا هاي أربع مراحل، كل مقام عندنا أربع مراحل، يعني كل مقام عندنا قرار. وبعدين ننتقل إلى كما يقولون ثلاث مراحل، ثم ننتقل إلى الجواب. هذا القرار عندنا بعد جواب، ثم بعد ذلك عندنا جواب الجواب. لكن يعني بعضهم يقولون طبعا أنا أهم أيد هذا القول،
بأن بعد القرار، بعد القرار مو رأساً جواب، أكو فد مرحلة وسطية حتى يعني هاي المرحلة تمهد القارئ للصعود إلى الجواب. أنا طبقت لكم في الدروس السابقة كيف مثلاً واحد إنسان مثلاً يقرأ من قرار ينتقل من مرحلة القرار إلى الجواب. زين هاي يعني قلنا أنا مثلت لكم بالدرج، شوفوا هاي مرحلة الوسط، أنا أصعد للدرج وأريد بعد أصعد فوق. أكو بعض الناس ما يقدرون يصعدون بعد فوق، لكن بعضهم يقدرون يصعدون عندهم إمكانية، فهاي بعد كلش فوق شو نسميه؟ جواب الجواب، جواب الجواب. فعند كل واحد عنده 3-4 مراحل أو 3 مراحل، هسه مو مهم التسميات، لكن الإنسان المهم يعرف هو. يعني أنا مثلا خطيب، أنا خطيب صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، هذا شنو يا مرحلة هاي يا طبقة؟ كنا نعرف قرار رأساً. أنا يصير أقول صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صير؟ ما يصير. ليش؟ أول شيء واحد يبدأ بشنو؟ على كيفه، على الواحد، على الاثنين، على الثلاثة، وبعدين مو رأساً على الخمسة ويمشي، ما يصير هيجي، صح لو لا؟ ها صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله مثلاً، بدأ فرضاً شوي 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 شوي. مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مغفر العرصات، لآل رسول الله بالخيف من مناها وبالركن والتعريف، إلى أن يصعد شوية وين يوصل؟ منازل كان الأمين جبرائيل يزورها. شوف اختلف عن صلى الله عليه، صح لو لا؟ شوي شوي بدأ يصعد. منازل كان وين شو سوى؟ جواب. بعد جواب الجواب ما أدري، حسب الخطابة أكو جواب الجواب ما أعرف بعد. الخطباء هم بعد أهل الاختصاص والفن يعرفون. مثلا ديار علي والحسين وجعفر، هسه الخطباء، هسه الخطباء يعرفون انا ايش اقول. انت من بديت مدارس ايات لحن البدايه فكرك لو مو فكرك اكيدا، والا تقدر ترجع. مثلا مدارس ايات خلت من تلاوة، شو اقول مثلا؟ ديار علي والحسين وجعفر مثلا، خلينا نقول وحمزة والسجاد ذي الثفنات، وين رجعت؟ الى نقطة البداية. نفس الشيء، شوفوا نفس الشيء، يعني نفس الشيء بالقرآن. من تقرأ قرآن إذا رجعت نفس إيش قد ما تصعد كون هم تنزل وين؟ إلى هاي الطبقة، إلى هاي المرحلة تنزل. بعدين أي شيء، أي شيء تسوي تنتقل إلى طور ثاني مثلا أثناء النعي، إلى أطوار مثلا معينة، وبالأخير هم تنزل. مثلا التخميس، مثلا يا كوكبا ما كان أقصر عمره، هسه هذا شنو؟ قرار له جواب. وكذا تكون كواكب الأسحار، زين مو نفس الطبقة لو لا؟ صار نشاز؟ شو وقت تصير نشاز؟ شو وقت مثلا يا كوكبا ما كان أقصر عمره، وكذا تكون كواكب الأسحار، هذا
اكو فرد وجه مشابه؟ اكو فرد وجه مشابه لو صار نشاز. شنو النشاز؟ يعني بالاذن. بالاذن يعني ما يعني مو حلو، مو حلو. زين انا وين اصعد راسا للقرار؟ نفس الصوت، نفس اللحن. واضح ان شاء الله؟ انا جبت امثله يعني بالخطابه حتى شوي تكون يعني تكون المساله والقضيه واضحه ان شاء الله. فاذا احنا هسه نعرف كيف نتصرف باصواتنا ومن نقلد. منو اكو نقلده؟ مو شرط اني ما اقدر اقلد بالقران، صح لو لا؟ ما اقلد بالاذان بالقران ما اقدر، لان القران بها ايات والقران بها كذا، واحد يرفع صوته ينزل صوته. زين انا اقول لكم واحد يقلد بالتواشيح بالاناشيد، هذا اذا ما صار غير واحد يقول انا هم ما اقدر. واحد يقلد بالاذان مثلا، انا هسه اذن لكم انا نعطيكم ثلاث مقامات، من ضمن هذه الثلاث مقامات انا هسه اذن. شوفوا هذا الاذان بيا مقام. الله اكبر الله اكبر. ها الله اكبر الله اكبر. ها زين، هذا يشبه طلع البدر علينا مثلا. طلع البدر علينا، هسه هذا طلع البدر. الله أكبر الله أكبر. يشبه؟ ما كان، ما أشوف فرد وجه. يا مقام هذا يعني يا قصيدة أي يا رسول الله يا سلام. يعني هذا مقام الرست. أي أذان تسمعون هذا الأذان، هواي مؤذنين يأذنوا بهذا الأذان، صح لو لا؟ هذا الأذان أذان الرست، مقام الرست. واحد ما يقدر يلزم بذهنه مثلا فرد آية، ما يقدر يحفظ فرد آية، شو يسوي؟ يخلي يلزم هذا الأذان. وهذا الأذان خل يسمعه من واحد يعني قارئ هو يحبه، مثلا يسمع من عبد الباسط مثلا. أشهد أن لا إله إلا الله. ها منو بعد يأذن؟ مصطفى صراف بالعتبة الحسينيين هم يأذن أذان الرست. أشهد أن لا بعد. شو يسوي القارئ؟ انت انا اسمع، شوفوا هاي النقطه المهمه، انا اسمع القارئ او المؤذن يرفع صوته وينزل، بس انا لا اقول بعد هاي، بعد وقت، بعد عندي وقت. مثلا اشهد ان محمدا رسول الله. اكو واحد يجيبه مثلا شلون يقرا؟ اشهد ان محمد رسول الله. هل قلت اكو قارئ او مؤذن يتفنن يقول لي ان هذا السامع من يسمع اني اذن، خصوصا مسجد او خصوصا عتبه. زين اذا السامع يسمع اني لا اقدر اتفنن ولا هذا، كله صوت واحد. اذا كله صوت واحد يقول لا اخو أنا هم أعرف أذن، صح لو لا؟ أنا هم أعرف أذن. فإذا هذا بعد يبقى على ذوق القارئ، هذا ذوق القارئ اللي أنا أسمعه. النوب أنا يعني يصير عندي فد نوع من الاختيار، الجودة في الاختيار، في اختيار القارئ حتى أنا أسمعه، سواء كان قرآن، سواء كان أذان، سواء كان تواشيح أو مثلا أي شيء، أناشيد أو خطابة، أي شيء يقرأ أنا أسمعه. فإذا أحصل نتيجة بعد. يعني مثلا أنا أسمع عبد الباسط من يأذن، بأذان الرست. أنا لا أعرف قرآن ولا أعرف أي مقام،
ما اعرف شيء. واحد من ياذن ما اعرف مقامات، بس شنو حافظ اذان عبد الباسط مثلا، اذان عبد الباسط او اذان مصطفى الصراف مثلا، قارئ العتبة الحسينية مثلا، اني سامع مثلا وحافظ، اني اندمج احفظه، يعني احب اسمع، احب اسمع هذا الاذان. زين، اني سمعت لا اعرف مقامات ولا هذا. واحد راسا انا دائما من اروح وين ما يقولوا لي تفضل مولانا اذن في المسجد في جامع معين مثلا، تفضلوا اذنوا. فانا شنو اذن؟ اذن مثل ما مثل عبد الباسط، مثل مصطفى صراف، بس انا ما اعرف اسمه، ما اعرف اسمه، بس اذن. اجى يمي قال شيخنا انا اريد اتعلم مقام الرسل، قريت للقران ما طخ عنده، ما تعلم. فأنا قلت خليني أعلمك بالمقامات، بالأذان مقام الرأس. رأساً قريت له أو أذنت له هذا الأذان، رأساً شي يقول لي؟ يقول لي ها إيه صدق هذا الأذان، أصلاً أنا أذن. فإذا رأساً شي يصير عنده؟ رأساً يحفظ مقام الرأس بعد ما ينساه. ليش؟ لأن هو مندمج متفاعل. يعني مثلاً قارئ أحمد نعينع، القارئ الدكتور أحمد نعينع، كلكم سامعين باسمه أحمد نعينع، يقول أنا تعلمت كل المقامات في ليلة واحدة. شلون يعني؟ شلون تعلم المقامات في ليلة واحدة؟ هذا الكلام شنو يعني؟ ممكن مثلاً هذا الكلام؟ يقول جلسة واحدة مع القارئ مصطفى إسماعيل، عنده تسجيل صوتي، عنده. أنا قارئ ليلة واحدة جلست قعدت ويا مصطفى إسماعيل، حفظت كل المقامات، عرفت كل المقامات. ممكن احنا نجي نسأله شلون مثلا؟ قال لا مو انا يعني ما كنت اعرف المقامات، انا كنت اقرا بس ما اعرف. من قريت احب بعض المقامات، احب كذا. من قريت مصطفى اسماعيل، مصطفى اسماعيل قال ها هذا فلان مقام، قريت قال ها هذا فلان مقام، من قريت قال هذا فلان مقام. تتذكرون اول يوم من قلت لكم انتم اقروا انا اسمعكم، فانتم قريتوا انا كتبت اسماءكم. قلت شيخنا انتم اي قراءه قراتوا مثلا، اي مقام؟ قلت والله ما اعرف، بس انا قلت لكم ترى هيك مقامات انتم قريتوا، فاحتمال البعض هم صار عنده فد نوع من يعني حفظ هذه القراءه اللي هو قراها، حفظها المقام، حفظ المقام. ليش؟ لان هو كان يقرا من زمان، احتمال سنوات صار له يقرا هذا المقام بس ما يعرف. من سمع اسم المقام، من سمع اسم هذا المقام فرأسا حفظه بعد، وهي تعلم المقامات. وهي فإذا هم نرجع، أنا مثلا خلي أقلد آذان، بس مو واحد يأذن بصوت عالي أنا أقلده، لا أفشل، هذا فشل. يعني أنا أقلد واحد يعلم بصوته أفشل، أنا أقلد واحد يتفنن بصوته هواي أفشل. أول شيء أسمع الواحد يتفنن بصوته هواي أفشل. منو ما يتفنن بصوته؟ المنشاوي ما يتفنن بصوته هواي، ما يتفنن بصوته. يعني مثلا أقرأ لكم النهاوند، أقرأ لكم النهاوند أو السيجا، خلي أقرأ لكم السيجا لأن باعتبار السيجا إحنا أخذناه، خلي أقرأ السيجا خالص مع النهاوند وسيجا بعراب. عراب يعني شنو؟ يعني زخارف، يعني بهارات في الفلفل الاسود، ما ادري شنو، اي شويه طعم. اول شيء هذا اقرا، ثاني شيء هذول اللي يقرون بالتفنن. والله الذي مو صافي؟ صافي ما بي شيء. زين، هذا اللي يقرر السيجا بتفنن وبزخارف صوتيه وشوي خلي له ما ادري يعني فلفل اسود زايد، بهارات زايد، شلون مثلا؟ هو الله الذي لا اكو فرق لو ماكو فرق؟ اما المقام واحد، بشنو اكو فرق؟ بالطرح، بالالقاء،
بالطريقة، أكو بالأسلوب. هذا هنا الفرق. أما المقام واحد، المنشاوي يقرأ مقام السيقة، هذا هم يقرأ مقام السيقة. زين، أنا لمن أقلد أحسن؟ للمنشاوي لو هذا اللي يسوي زخارف صوتية أحسن؟ للمنشاوي أحسن. أول شيء للمنشاوي أحسن. خلي شوي أرتب صوتي. البارحة أنا فتحت لكم هذا التسجيل مال هذا الطفل اللي يقرأ. شلون متعلم؟ شلون متعلم؟ شلون متعلم؟ متعلم بطريقة الأداء. ما عنده لا زخارة صوتية يعرف ولا مقامات، طريقة أداء هذا القارئ اللي هو يقلده. فإذا هو صاير عنده فرد ملكة، صاير عنده حقيقة فرد ملكة بالتقليد. هو أصلا حافظ ما يقرأ بالقرآن، كل حفظ. فإذا الإسماع الزايد شنو يولد لي؟ بأن هذه القراءة تكون أو هذه التلاوة تكون جزء من ذاكرتي، جزء لا يتجزأ أبدا، جزء لا ينفك أصلا، تصير مثل الملازمة. أنا دائما واحد من يقرأ رأسا أعرف. ليش إحنا رأسا يروح ببالنا مثلا من أنا أقول لكم مقام السيقة؟ مقام السيقة يا قصيدة تجي ببالكم يا أبيات، ها؟ ليش طلع البدر علينا؟ لأن من زمان سامعين، من زمان صار لنا سنوات هاي القصيدة ببالنا، وإن كان ما نسمعها هاي القصيدة أو هذه الأبيات، احتمال نسمعها كل سنة أو احتمال حتى مو كل سنة نسمعها، بس شنو؟ لأن هاي القصيدة أو هذه الأبيات متولدة وتتعايش ويانا حقيقة. ولهذا السبب، هذا هو السر في تنظيم أصواتنا. إحنا لازم نختار، فإذا نحصل نتيجة إن شاء الله بعد وقتنا تقريبا بدأ يخلص، إحنا نتحصل في النتيجة. واحد من يسألني شيخنا لمن أقلد؟ فهذه الطرق لتقليد الشخص. أول شيء تشوف طبقته، أول شيء تشوف طبقتك أنت، أنت إيش قد عندك إمكانية؟ واحد يقول أنا أصيح ما عندي قحة، زين ماكو مشكلة، يعني صوتك ثابت. زين، تنظيم صوتك شلون؟ يعني تقدر تصعد وتنزل براحتك مثلا؟ لو لا تصير نشاز، يقول ما مجرب. زين، مثلا هذا التمرين انطو، هذا التمرين الله 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 الله. يعني اكو تنظيم لو ماكو تنظيم بالصوت؟ اكو. زين، اكو واحد يقول لا ما عندي تنظيم صوت، مثلا شو؟ الله 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 الله، صار تنظيم؟ لا ما صار. فاذا ما عنده تنظيم، فشي يسوي؟ اول شيء شنو؟ ايش قد يصعد صوته؟ ايش قد يقدر يصعد صوته؟ هذا اللي يختاره. بعدين اذا مو منظم ماكو مشكله، خو احنا 90% ما منظم اصواتنا. اي قارئ تلقاه ما يقول لك انا انولدت وصوتي هيجي، ما يقول لك انا انولدت وصوتي هيجي، لا يقول انا كنت طفل اقرا. ها، طفل اقرا. فشنو الطفل اقرا؟ يعني منظم صوته. يعني واحد يقول انا مثلا هسه كبرت، زين اريد اتعلم هسه اريد اتعلم، يتعلم؟ لا. يقول لا انا اريد في 6 شهور، في سنة أريد أتعلم، لأن أنا كبرت بعد. نقول لك لا ما تقدر تتعلم، يعني أنت خلقك مو طويل، يعني لا. فلا بد تقول أنا أريد، لا أريد أتعب، أريد أتعب حتى أقرأ. الصوت ينفتح، ممكن الصوت ينفتح، إيه ممكن، شكو بيه. ليش شكو بالصوت؟ صوت الفلاني غير صوتي مثلا؟ لو شنو؟ لا ممكن، لكن يحتاج إلى تعب حقيقة، يحتاج إلى تعب وتمارين وجهد، يحتاج إلى أن تسعى. أكيداً 100% تحصل نتيجة، حتى لو مثلاً النتيجة مو 100% هسه 90% هذه نتيجة، يعني نتيجة جيدة جداً. فإذاً إحنا كون إن شاء الله كون نختار القارئ المناسب لأصواتنا ولطبقة، أهم شيء طبقة أصواتنا، حتى إن شاء الله إحنا نستمع أكثر فأكثر إلى أن نحصل في النتيجة إن شاء الله تعالى.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.